حدثني سائق سائق حافلة، قال لي سايق الحفلة وماشي ومشغل شريط بتاع دين، واحد شاب كورك له، قال لي يا اخي اقفل الزفت ده. قام قال لي يا اخي اسمع، قال لي انا وطيته، قال ولا سب دين. قال لي طوالي وقفت العربية بطلتها، وقلت والله ما اخليه، الناس قاعد يحنسوا فيه يا اخي. قال لي امشي يا اخي، يا اخي يمكن الزول ده لحق له محاضرة الولد ده، يا اخي امشي. قال لهم والله لو سب ابوي وامي والله كنت عافيته، لكن والله ما اعفاه في دين الله. يا اخي امه ميته، يتخيل وقف ناس الشرطه وقال لهم في واحد سب الدين والعقيده هنا، ناس الشرطه جانا الزلو كرمنا ضانه. بالله الحفله كلها ضد السواق، بيشنباتهم وعممهم ضد السواق. قالوا له يا اخي هذا يمكن ماشي يجيب دواء لابوه، شوف عليك الله الناس دي بالله، يا اخي ماشي يجيب دواء لابوه يسب الدين والعقيده، وهذا كفر وخروج عن مله الاسلام. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم،